صاقرة المدارس الموسم السابع ومباراة جميلة جدا في دور الثمانية. وهفكركم بالنتيجة: الوادي المنصورة 60، خالد بن الوليد الأقصر 30. وعندنا تغييرين: أحمد رفعت نزل مكان محمد مصطفى، ومصطفى أحمد نزل مكان محمد أحمد. أحمد رفعت إزايك؟ الحمد لله. أول مرة تلعب وأول مرة تشارك في دور الثمانية، إيه اللي حصل؟ احنا كنا متفقين احنا والفريق ان احنا كنا عايزين مصلحة الفريق، فكان ما كنتش يعني محضر كويس، فاتفقنا ان ننزل يعني الأبدى هو اللي ينزل في الفريق. تمام. فنزلوا اللي هم يقدروا يدوا للفريق الفوز والنصر ان شاء الله. واستعدت؟ استعدت ان شاء الله. احمد رفعت حلمك تبقى ضابط شرطة ان شاء الله. اشمعنى قررت ان انت عايز تخش كلية شرطة؟ هو حلم والدي، و عايز يعني ابقى حاجه في احمي الوطن واحمي مصر. قول لي، في حد من العيله ظابط؟ لا. فانت هتبقى اول ظابط في العيله ان شاء الله. تمام. تحمي بلدنا وربنا يوفقك ان شاء الله، زيك زي كل ابطال مصر اللي بيحموا الوطن ان شاء الله. مصطفى احمد، ازيك يا مصطفى؟ اهلا بحضرتك. مصطفى احمد افضل لاعب في مدرسه الاقصر، ماتشين ورا بعض، نحييه كلنا. وانت كمان هاتريك زي مصطفى عبد الله ان شاء الله. جاهز يا مصطفى؟ ان شاء الله. بالتوفيق يا مصطفى. ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه اربع اجزاء: معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اثنين زين عصام ومصطفى عبد الله، اتفضلوا. سؤال في المعلومات العامه لزينه ومصطفى. مصطفى وزينة. كل الناس بتقول يا رب. معلومات عامة، والسؤال هو: من هو النبي الذي سخرت له الريح؟ سيدنا سليمان. سيدنا سليمان عليه السلام، إجابة صحيحة. برافو عليك يا مصطفى. وكده نتيجة 40 خالد بن الوليد، 60 الوادي. سؤال في الرياضة، هتعملي ايه في الرياضة؟ يا رب يا رب. رياضة، والسؤال هو: ما هي جنسية الملاكم جيمس برادوك الملقب بسندريلا مان؟ اجابتك امريكي. امريكي، اجابة صحيحة. أمريكي هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أميرة، 10 نقط من مين. وبكده النتيجة بقت 70 الوادي. أربعين خالد بن الوليد. السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو: فيما يستخدم الاختصار كنترول واي في برامج مايكروسوفت أوفيس؟ ريدو. إعادة إجراء أو ريدو، إجابة صحيحة. برافو يا ميران. إعادة إجراء أو ريدو هي الإجابة الصحيحة. وكان النتيجة 80 الوادي، 40 خالد بن الوليد. خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، الماتش بيقرب منكم. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 45 في 5 زائد 50 في 6 زائد 75 يساوي كام؟ محدش يتكلم من الجمهور. 10 ثواني. مصطفى إجابتك 625. إجابة خاطئة. سحر إجابتك 340. 340 إجابة خاطئة. مين حسبها؟ بهاء كام؟ 600. 600 بس الإجابة الصحيحة. بالظبط كده يا مصطفى، 600.
هارلك تفضلوا. دلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية، وتعتمد على السرعة. وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هي أعلى الدول إنتاجاً للقهوة في إفريقيا في عام 2018؟ نوران إجابتك. المغرب. إجابة خاطئة. في إجابة؟ مصطفى إجابتك؟ نيجيريا. للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إثيوبيا. تمام. هي مشهورة جداً بالقهوة. هارد لك يا نوران. دلوقتي عندنا سؤال التاني في الرياضة، والسؤال هو: من هي البطلة المصرية المتوجة بذهبية تي واي آر برو سويم سيريس بأمريكا عام 2019؟ سباق الخمسين متر. مين؟ نوران. فريدة عثمان. فريدة عثمان يا نوران. موافقة يا أميرة؟ إجابة صحيحة. البطلة المصرية فريدة عثمان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا نوران. النتيجة 90 الوادي، 40 خالد بن الوليد. يا شباب خلي بالكو، المباراة كده بتطير، محتاجين نركز شوية. تكنولوجيا، والسؤال هو: تخصصت أوكيلاس في آر في إنتاج نظارات الواقع الافتراضي، فما اسم الشركة المالكة لها في عام 2019؟ مصطفى إجابتك؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ سامسونج. اختلفتوا؟ لا ما اختلفناش، ما عندناش إجابة. ولا اتفقتوا؟ تخمينة. تخمينة غلط من قبل ما اسمعها. سامسونج. إجابتك؟ سامسونج. مش أنا قلتلك؟ حسيت. نوران إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة فيسبوك. دلوقتي آخر سؤال في الفقرة، قدرات ذهنية، والسؤال هو: أوجد قيمة أكس في الصورة 200 في 6 على كام؟ ناقص 70 يساوي 80. الإجابة الصحيحة 8. هارد لك. النتيجة في نهاية الفقرة 40 خالد بن الوليد، 90 الوادي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 400,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,300,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.